ومعنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من أربيل أستاذ العلوم السياسية دكتور عبد السلام برواري. مرحبا بك يا دكتور عبد السلام. إذا على الرغم من استمرار التظاهرات ووعود الحكومة بالإصلاح إلا أن الحكومة لا تبالي من استمرارها، هل باتت حكومة لا تعبأ بمطالب التظاهرات معتمدة على الحل الأمني؟ نعم، تحية لك وتحية للأخوات الأخوات المستمعين وضيوف الكرام. في الحقيقة الحكومة غير قادرة بتصوري على التوصل إلى حل يرضي الجماهير، لأن الحكومة العراقية أقول متمثلة بالتشكيلات الإدارية الثلاث السابقة قامت بكل ما تتوجب عليها القيام به، ولكنها فشلت في وضع هذه السياسات. وبالدرجة الأولى بتصوري يرجع السبب الرئيسي إلى العقلية المركزية، التسلط المركزي وعدم فتح المجال أمام الإدارات المحلية والسياسيين المحليين لكي يصوغوا سياسات تنسجم مع متطلبات منطقتهم أو مدنهم. ثانيا الذين جاءوا للسلطة، أنا أعتقد حسب بعد تقريباً عقدين من السنين، يبدو أنهم يعتبرون نفسهم ضيوفا، ولذلك يحاول كل سياسي بأن ينال قدر الممكن من امتيازات ويأخذ قسط من الكعكة. لهذا نرى مثلا في السنوات الماضية كانت أكثر من نصف أو إلى 60-70% من ميزانيات المحافظات في نهاية السنة ترجع إلى المركز. في الإقليم مثلا، في إقليم كردستان كان يصرف حتى إلى آخر السنة. لذلك طيب دكتور عبد السلام، كيف تعلق على ما صرح به رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق كوبيتش، الذي قال إن المتظاهرين محبطون بسبب النظام السياسي المبني على المحاصصة؟ نعم بالتأكيد وهذا السبب. أنا أتصور روح الدستور العراقي وروح النظام السياسي العراقي هو الفدرالية وإعطاء مجال واسع للحكومات المحلية وقانون المحافظات وكل القوانين السابقة تعطي المجال الواسع لكي يتم تقديم الخدمات الضرورية على الأقل للمحافظات والقصبات. عندها سينصب الغضب على الحكومات الإدارية. الآن تصور في العراق حالة نادرة، القانون يسمح بمجلس المحافظة بأن يضع ميزانية ويقرر اعتمادات مالية لمشاريع محلية، ولكن صرف الاموال السلطه ليست بيد وزير الماليه الفدرالي، بمعنى الذي يملك حق الصرف ليس هو المعني بالموضوع. المعني بالموضوع الذي له حق ان يقرر كيف يصرف المال ليس لديه المال. هذه مثلا اشكاليات في النظام. نعم هذه اشكاليه. طيب العبادي قد احال عددا من الوزراء والمسؤولين السابقين الى هيئه النزاهه من قبل للتحقيق بملفات فساد، هل يمكن ان يهدئ هذا القرار الشارع الرافض لسياسات الحكومه الحاليه؟ بالتاكيد لا، انا اخشى من ان تكون رده فعل معاكسه. هذا يذكرني بما قاله السيد نور المالكي في احدى جلسات البرلمان، قال انا عندي على مكتبي ملفات حولكم كلكم، يقصد النواب والوزراء، واذا اضطريت سوف اكشفها. ماذا يعني ذلك؟ او ماذا يعني قيام السيد العبادي بفتح هذه الملفات؟ هل يعني ذلك انهم كانوا يعرفون بهذا الفساد وبهذه السرقه وسكتوا عنها، واليوم لكي يحفظ ما وجهي او لكي يتحول الى كبش فداء يحاول ان يفتح هذه الملفات؟ اي شخص عاقل سيفكر بهذا الاتجاه، عندها سيكون المردود في رد العبادي لا لصالحه. هذا من ناحيه. من ناحيه ثانيه هيمنه الاحزاب ثم بعدها جاءت الميليشيات المسلحه التي تحولت الى احزاب، والان يتنافسون حول تشكيل الحكومه. هذا كله انا بتصوري سيمنع اي خطوه جديه في هذا الاتجاه. قد يذهب بعض الموظفين الصغار ضحيه مجرد لغرض رماد في عين الجماهير، لكن
اقول مره اخرى، انا اعتقد اخشى ان يكون رد الفعل لا يصالح ايضا البلده. يعني اخيرا، عندما تحدث احد النواب بان اغلب المحققين في قضايا الفساد وصلتهم تهديدات بتصفيه جسديه، فكيف تصف حال العراق اليوم؟ يعني مع الاسف الشديد العراق يعني لا، في وضع لا يحمد عليه، في الوقت الذي كان العراق يعتبر صخره بمنطقه، وكانت كل الامال تصب في صالح ان ينهي اخيرا نزيف الاموال لصالح الحرب ومحاربه الداخل والدول الاقليميه وصرف المبالغ الهائله على صدام كانوا يصرفون الفلوس حتى على التلاعب بالتاثير على الانتخابات الاسرائيليه. الناس كانوا يتصورون يعني يجمعون العراقيين اطفال يجمعون يضربون الارقام، وفعلا لو كانت هناك سياسه ناجحه لكان حال العراقيين احسن من حال بعض الدول الاوروبيه. بالتحديد بالعكس، العراق هو الان في اخر مطاف الدول من ناحيه الخدمات، من ناحيه الفساد، من ناحيه الامن، من ناحيه الشعور بالطمانينه، كل القطاعات. شكرا جزيلا لك من اربيل استاذ العلوم السياسيه دكتور عبد السلام برواري.